السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن الأنيميا وعلاج الأنيميا وأحد الأدوية رخيصة الثمن اللي بتستخدم في علاج نقص الحديد والأنيميا. طبعا نقص الحديد ده بيعاني منه كتير جدا، خاصة النساء والأطفال، وبيظهر بعض الأعراض زي مثلا الدوخة، إصفرار وبهتان البشرة، عدم القدرة على بذل مجهود، حاجات كتير جدا من أعراض الأنيميا واللي بتعوقنا ان احنا نقوم بوظائفنا في الحياة وان احنا نأدي يعني نقوم بحياتنا اليومية بشكل صحيح وبشكل كويس. فبالتالي لازم نعالج الأنيميا، طبعا بنعالجها بالأكل الصحي المفيد اللي فيه نسبة عالية من الحديد، كمان لازم ناخد بعض الأدوية المهمة اللي بتعوض نسبة الحديد اللي عندنا أو النقص في الحديد اللي عندنا. هنتكلم النهاردة عن أحد هذه الأدوية أو أحد هذه العلاجات، وهو سيريجران هيماتينيك. سيريجران هيماتينيك هو أحد العلاجات اللي بتستخدم في علاج نقص الحديد، وهو كمان بيحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات الهامة، مش بس على نسبة حديد. نسبة الحديد فيه عبارة عن حوالي 66 ميلي جرام في كل كبسولة. كمان بيحتوي على فيتامينات كتير زي فيتامين B12 وفيتامين د وفيتامين ألف وحمض الفوليك وكالسيوم ومغنيسيوم وبعض المواد المهمة جدا اللي بنحصل عليها من السيريجران. سيريجران مش بس العلاج لنقص الحديد والأنيميا، لا كمان ممكن يتاخد في فترات الحمل والرضاعة علشان يمد الجسم بالفيتامينات والحديد اللي لازم ليه. كمان اللي بيقوم بعمل نظام غذائي معين لإنقاص الوزن أو بياخد بعض أدوية الدايت والرجيم، ده بيسبب نقص بعض الفيتامينات الهامة نتيجة لعدم امتصاص الأكل اللي بيحصل عليه في الغذاء، أو كمان إن هو بيقلل نسبة الأكل بتاعه، فبالتالي بيكون عنده نقص شديد في الفيتامينات. فسيريجران من الحاجات الجميلة جدا اللي ممكن تتاخد أثناء فترة الرجيم أو مع أدوية الدايت علشان تعوض الجسم المواد اللي بينقصها أو اللي ما بيحصلش عليها في الفترة دي من الفيتامينات والمواد الهامة. سيرجران بيتميز كمان ان هو سعره رخيص، هو سعره زي ما انتم شايفين كده 28 جنيه ونص، عبارة عن 30 قرص، هو شريطين، كل شريط فيه حوالي 15 قرص، يعني 30 قرص، يعني انا لو خدت قرص واحد يوميا هيكفي شهر كامل. الجرعة زي ما انا قلت هي قرص واحد، ويفضل ان هي تتاخد بعد الغداء. طيب لو في اثار جانبية او في موانع، لو في وانت بتعاني من اي امراض في الكلى او في الكبد او امراض القلب او اي امراض تانية او بتاخد علاجات تانية، الافضل انك تستشير الطبيب بتاعك هل هو بيتفاعل مع العلاج ده او لا، او يعني في مشكلة منه. كمان لو بتاخد اي العلاجات اللي بتحتوي على مادة الريتينويدز فيحذر ان استخدام ثيرجرام فيها. في النهاية لو انت بتعاني من نقص حديد او عندك انيميا او حاسس باجهاد مستمر، فانا انصحك بسيريجران، ومع اول اسبوع ان شاء الله هتلاقوا نتيجة. طبعا مع الاهتمام بالاكل الصحي واهتمام كمان بفيتامين سي في الاكل، لان فيتامين سي بيساعد على امتصاص الحديد في الدم وتثبيته، فمهم جدا. اي سؤال اكتبوه في التعليقات وان شاء الله هرد عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.